السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد. وحاليا مع الصباح قررنا باش نشارك معكم هاد الأمطار غزيرة، خاص اليوم الأربعاء في طنجة. اليوم كتنزل الشتاء كما كتشوفوا معنا، اللهم بارك. الشتاء ديال اليوم في شكل باش نكون واقعي. شوفوا تبارك الله، شوفوا الارض، شوف نزول امطار غزيره. اللي عليكم هو تتبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناه 300 ك. ما تخيلوش الاجواء في طنجه اليوم الاربعاء، رائع جدا. اجمل حاجه هو تفيق وتكتشف هاد الامطار غزيره كتنزل، اللهم بارك. اذا حاليا كنتواجدوا في طنجه ونزول امطار غزيره، وقررت باش نشارك معكم امطار غزيره، وفي نفس الوقت امطار غزيره اللي دازت تقريبا ازيد اسبوع تقريبا، كان بزاف شفت تيديس. اش هادشي؟ هو بزاف عجبو زرق، الزرق كيعجبو. كنعتذر ليكم، راه بزاف هو كيتعطل فيه هادشي، يقدر دابا يشوف غير شي وحده تلقاه النفس ديالو كيتحبس، سبحان الله. وقريبا ان شاء الله غادي نشوف ربما الا كان شي علاج على حسب هادشي اللي كنعاني منه من الكبده ديالي. النفس ديالك كيتحبس ملي كنشوف شي وحده واعره، شي تيتيزه واعره، كنلقى النفس ديالي كيتحبس. اذا بعض الناس غادي يفهموني. دابا مزيان، دابا مزيان، دابا دازت صافي مزيان، دابا بخير. اش غنقول لكم الحاله اللي كتوقع عليا؟ اذا ملي كنشوف شي وحده النفس ديالي كيتوقف، وفي نفس الوقت عندي واحد الجرح في الكبده ديالي، نقدر دابا نشوف وحده والجرح الداخل ديالي داك الشوفه اللي كنشوف فيها كتجرحني في الكبده ديالي، وهذاك الجرح كيبرى ربما 24 ساعه 48 ساعه ما بقاش كنحس به، ولكن في نفس الوقت ملي غادي نشوف شي وحده كنتجرح في الكبده ديالي، هذاك الجرح كيعطيني هذاك الجرح تما. ودائما كنقول ربما تعطيني الفرصه باش نشوف الطبيب، ربما هادشي راه ماشي سهل. نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمنى، ونتمنى يا ربي الشفاء العاجل عن سيدي ربي، حيت سيدي ربي هو اللي كيعفو، سيدي ربي هو اللي كيشافي. نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمنى، ورجعوا نكملوا امطار غزيره خاص في طنجه كما كتشوفوا، اللهم بارك. شوفوا خفيفة، أمطار غزيرة خفيفة، ماشي عاصفة رعدية، أمطار غزيرة خفيفة، ولكن بحال هاد النوع ديال أمطار غزيرة كتحطي الشتاء، كتحطي السيول. باش نكون واضح، ملي كيكون السيول شوفوا هاد الكاميرا، شوفوا، اللهم بارك. إذا عندكم هذه المنطقة ديال طنجة دائما كتكون فيها الشتاء، ربما بعد أسبوع، بعد 15 يوم كتكون أمطار غزيرة، بعد شهر كتكون الشتاء تبارك الله، خاص في الشمال دائما كتكون عندهم الشتاء، ماشي بحال الصحراء المغربية ما كتزوها الشتاء بعد 4 شهور 5 شهور 6 شهور بعد سنة. في الصحراء المغربية هنا لا، هنا دائما كتكون فيها الشتاء، وفي نفس الوقت المناخ اللي كاين هنا راكم عارفين، اسبانيا ما بعيداش علينا ربما 14 كيلومتر فقط اللي بعيدة علينا اسبانيا، وفي نفس الوقت اللي كتكون الشتاء خاص في اسبانيا طنجة حتى هي كتكون فيها الشتاء. إذا هذه المنطقة عندكم اسبانيا البرتغال كتكون فيها أمطار غزيرة، وهنا كتوصل طنجة الشمال كتوصل عاصفة رعدية. طنجة محظوظة تماما، وفي نفس الوقت دائما تبارك الله عندهم أمطار غزيرة، وفي نفس الوقت الشمال كله طبيعة، ماشي بحال الصحراء المغربية اللي فيها غير الحجر والتراب.
هنا لا، هنا في الشلالات، في الطبيعة، في الربيع، هنا مكان ممتع أفضل. أنا رأيي دابا الشمال يفضلوا على أكادير، أكادير فيه أريان، فيه بعض الطبيعة، ولكن الشمال أفضل، أفضل من الصحراء المغربية، وأفضل من أكادير، ولو واحد ديال أكادير. إذا على حسب المناخ ديال هنا في شكل، المناخ ديال أكادير عاوتاني صحة زوين، عندكم الجو ديال أكادير زوين تبارك الله وصحيح. هنا كيكون صعب جدا، الجو ديال هنا صعب، صعب بحال الناس اللي فيهم الحساسية، صعب جدا يعيشوا بحال في طنجة هنا، بحال الناس اللي كيعانوا بعد التنفس كيكون صعب جدا تعيش في طنجة. على حسب نتوزع في طنجة، على حسب كل واحد. هو أنا كنت مريض في أكادير، وصلت طنجة بريتي صبح. كنت مريض في أكادير، وصلت طنجة هنا وبريت الحمد لله ولك الحمد. وكل واحد هو. وكنت مريض خاص في أكادير، وصلت الصحراء المغربية، فدت فيها 3 أيام وبريت في الصحراء المغربية. هذا هو الواقع، سبحانه وتعالى، وكل شيء ديال الله سبحانه وتعالى، وكل شيء ديال سيدي ربي، الشفاء ديال سيدي ربي، الله هو اللي كيعفو. وفي نفس الوقت المغرب من طنجة إلى القويرة العزيزة، الجو ماشي بحال بحال، باش نكونوا واقعيين، الجو في شكل، الجو ماشي بحال بحال، كل مكان الجو ديالو. دابا يقدر نمشيو لأكادير نلقاو المناخ في شكل، نجيو الرباط نلقاو المناخ في شكل، نجيو لطنجة نلقاو المناخ في شكل. هذا هو الواقع. وفي نفس الوقت طنجة ولاتها، إلا دخلتي لطنجة صعب جدا تخرج منها. أنا دابا ولفت في طنجة بزاف، ما بغيتش نخرج منها، والله العظيم لو كان ماشي هاد الشيء ديال التصوير غادي نبقى في طنجة، ولكن راكم عارفين ما يمكنش نستمر، احنا دائما خصنا ننقلوا ونصوروا بعض المناطق، وراكم عارفين. وفي نفس الوقت واحد المشكلة خاصة في طنجة هنا هو الناس ما كيدخلوا في يوتيوب. دابا ملي كتدخل الإحصائيات ديال الفيديو كنلقى أكثرية الناس من أكادير، من الصحراء المغربية، من الرباط، من الدار البيضاء، وشكرا كاع الناس ديال الدار البيضاء، أكثرية الناس ديال الدار البيضاء كازان بلوكا هما كيتفرجوا بزاف، كيتفرجوا فينا بزاف. هما طنجة هنا قليل قليل اللي كيتفرج. دابا نقدر ندير فيديو خاص على أكادير نلقى الناس كيدخلوا، ملي كندير الفيديوهات في أكادير كنلقى الناس كيدخلوا بزاف في اليوتيوب يتفرجوا، هنا لا. هذا هو بعض المشاكل اللي كاينه خاص في طنجة، ان الناس ما كيدخلوش يتفرجوا في اليوتيوب. اذا كما كتشوفوا معنا استمتعتوا معنا بهذه الامطار الغزيره. اذا تبارك الله، غادي ندير الصوم تشوفوا المسائل كما كتشوفوا السيوب وامطار غزيره، حيت الا قربت لكم غادي تبان لكم امطار غزيره. هاد البرد راكم عارفين اشنو خص، هاد البرد خص شي تيتيزها سخونها والماكلة والمناطة ارا برا، هادشي اللي خص في هاد البرد. راكم عارفين هاد البرد ما تخرج، استمتع تبقى في الدار وتمتع مع راسك. اذا هادشي اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو، نتمنى الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شوفوا تبارك الله، اللهم بارك. اذا غادي نسالي هذا الفيديو، ومن بعد ان شاء الله تكون عندي شويه ديال الوقت ان شاء الله غادي نمشي نصور لكم بعض المناطق خاص اللي فيهم عاصفه رعديه. اذا كانت عاصفه رعديه مجهده غادي نصور لكم الاوديه ان شاء الله بحول الله.
تحياتي طنجة المغرب.